وقعت زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في موقف محرج أثناء احتفالها بتأهل إنتر ميامي، حيث فشلت أنتونيلا روكوزو بالتعرف على زوجها، وكادت أن تقبل لاعباً آخر معتقدة أنه ليونيل ميسي. فبعد انتهاء المباراة قامت أنتونيلا كروز زوجة ميسي بالنزول إلى الملعب لتهنئته، وكادت أنتونيلا أن تقبل جوردي نجم برشلونة السابق معتقدة أنه زوجها ميسي. وحين تداركت زوجة ميسي الموقف واكتشفت أنه ليس زوجها، ابتعدت فوراً بعد عناق سريع. ما رأيكم متابعينا؟ شاركونا بآرائكم في التعليقات.